أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع انفجارات قوية ناتجة عن غارات جوية يرجح أنها إسرائيلية هزت مدينة بانياس وضواحيها على الساحل السوري وأسفرت عن قتلى، فيما حذرت القوات الإيرلندية العاملة ضمن قوات يوندوف التابعة للأمم المتحدة جنوبية سوريا من زيادة التوتر في المنطقة الحدودية. في تصعيد لافت لضرباتها المتكررة ضمن الأراضي السورية، شنت إسرائيل عدة غارات استهدفت مناطق مختلفة، مخلفة قتلى وجرحى ودمارا في الأماكن المستهدفة، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. المرصد أفاد بوقوع انفجارات قوية ناتجة عن غارات جوية يرجح أنها إسرائيلية هزت مدينة بانياس وضواحيها على الساحل السوري صباح اليوم الجمعة، مبيناً أن الغارات استهدفت قيادات لفصائل تابعة لإيران داخل بناية في منطقة بطرايا بأطراف بانياس الجنوبية. وبحسب المرصد فإن القصف أدى لمقتل 3 أشخاص ودمار واسع في المنطقة المستهدفة، فيما كشفت وسائل إعلام إيرانية أن القصف الإسرائيلي الأخير على طرطوس أسفر عن مقتل قيادي بارز في الحرس الثوري. وجاء هذا القصف بعد أقل من 24 ساعة على قصف آخر نفذته مسيرة إسرائيلية استهدفت شاحنة تابعة لجماعة حزب الله اللبنانية في ريف القصير على الحدود السورية اللبنانية وأدى إلى مقتل عنصر، كما استهدفت إسرائيل ب3 صواريخ موقعاً تابعاً للدفاع الجوي بقوات الحكومة السورية في محيط العاصمة دمشق، مما أدى لمقتل وإصابة عدة أشخاص. في السياق، حذرت قوة السلام الإيرلندية التابعة لقوات حفظ السلام الأممية يوندوف من زيادة واضحة في التوترات على الحدود بين سوريا وإسرائيل منذ بدء حرب غزة، وقالت إنها رصدت الكثير من النشاط الحركي يومياً على جانبي الحدود بما في ذلك النشاط الروسي في الجانب السوري، مشيرة إلى ازدياد أعداد العناصر المسلحة التي تعمل قرب السياج الحدودي مع الجانب الإسرائيلي أيضاً. وكانت صحيفة آيريش تايم أفادت في وقت سابق أن قوة السلام الإيرلندية التي وصلت سوريا قبل 5 أشهر اضطرت إلى الاختباء داخل ملاجئ القنابل المحصنة في 4 مناسبات خلال تصاعد التوترات بالفترة الماضية. مشاهدينا من القاهرة، ينضم إلي أحمد العناني محلل سياسي ومختص في الشؤون الدولية. مرحبا بك أستاذ أحمد. يعني هذا التصعيد اللافت إن صح التعبير، نتحدث اليوم عن 3 استهدافات في غضون 24 ساعة تقريبا، هل يمكن أخذ هذا الموضوع في سياق هجمات اعتيادية أم أنه تصعيد له ما وراءه؟ يعني برحب بحضرتك وبالسادة المشاهدين. بكل تأكيد هذا التصعيد هو من المعلوم أنه تصعيد إسرائيلي نتيجة الاستراتيجية المعتادة للجانب الإسرائيلي في القضاء على ميليشيات إيران في المنطقة خاصة في سوريا، ومن ثم أعتقد أن هذا يأتي في خضم يعني السياسة الإسرائيلية الاستراتيجية في القضاء على حقيقة بعض الميليشيات الموجودة في الداخل السوري والتي من وجهة نظر الجانب الإسرائيلي تمثل خطر كبير. هذه من ناحية، ولكن يعني لابد أن نلاحظ أن هناك تطور ملحوظ في الفترة الأخيرة خاصة في خضم الحرب يعني مع حماس والحرب الأخيرة في قطاع غزة، أنه يمكن الاستراتيجية الإسرائيلية الآن استهداف أشخاص مؤثرة سواء يعني من حماس أو سواء ما يسمى محور الممانعة والمقاومة اللي بيتبع الحقيقة الجانب الإيراني. إذا كنا نتحدث عن حزب الله على سبيل المثال، يعني تم تصفية وسام طويل في جنوب لبنان، وأيضا صالح العروري محسوب على حماس موجود في الداخل اللبناني، أيضا بعض القيادات الإيرانية المؤثرة والمستشارين الإيرانيون الموجودون طبعا في الداخل السوري. ليست هذه المرة الأولى، أعتقد أنه يمكن، ولكن هذه المرة التطور يأتي في أسماء كبيرة، يعني أسماء تمثل أسماء كبيرة سواء ألوية
او سواء رتبه عميد ورتبه عقيد في الحرس الثوري الايراني، مستشارين يقدموا المشوره في واقع الامر لبعض الاحزاب المواليه او بعض القوات المواليه لايران في الداخل السوري في بعض المناطق. اضف الى ذلك ان هناك تطور ملحوظ وهو استهداف يعني مدينه بنياس اللي هي يعتبر بعيده وبيئه غير حاضنه للجانب الايراني، وده يدينا مدلول انه يمكن الجانب الايراني اصبح يتهرب من بعض المناطق او بعض القوات الايرانيه بتتهرب من بعض المناطق المعروفه للجانب الاسرائيلي من الناحيه الاستراتيجيه، زي مثلا مطار دمشق ويعني منطقه البوكمال القريبه من الحدود العراقيه السوريه، ايضا مطار المزه، بعض المطارات في واقع الامر اللي هي بتتواجد فيها اذرع ايران في المنطقه. لذلك لجأ الجانب الايراني للتواجد والاختباء داخل بعض المدن اللي هي غير محسوبه ولا تأتي في واقع الأمر يعني في خضم التواجد الإيراني في بعض المناطق وبعض المدن الموجودة في الداخل السوري، حتى تهرب بعض الحقيقة الأمر يعني القوات الإيرانية أو المستشارين الإيرانيين في بعض المدن اللي هي بعيدة عن الجانب الإسرائيلي، ولا توقع إسرائيل أن تتواجد فيها بعض من المستشارين الإيرانيين. وده بيدينا مدلول واضح أنه يمكن هناك في اختراق أمني موجود في هذه المنطقة، وهناك يعني الحقيقة يعني أخبار تصل الى الجانب الاسرائيلي اللي يمكن اسرائيل استهدفت منزل متواجد وسط كتله سكنيه موجوده في الساحل الشمالي في مدينه بنياس، ودينا مدلول قوي انه والحقيقه هناك اختراق على المستوى الامني والمستوى الاستخباراتي في هذه المنطقه لصالح الجانب الاسرائيلي. نعم سيد أحمد، لكن يعني من منطق عسكري، يعني ما هو تأثير هذه الضربات أو هذه الغارات الإسرائيلية على إيران؟ يعني قبل 3 أعوام تقريبا قتل قاسم سليماني قائد الحرس الثوري الإيراني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني. لم تتأثر إيران، لم يتوقف مشروعها، لم تنهي تواجدها في سوريا. إذن فالضربات الإسرائيلية هي مجرد استهلاك إعلامي موجه للداخل الإسرائيلي كما يقول بعض المراقبين. يعني أعتقد رسالة إسرائيلية للجانب الإيراني، نحن نستطيع أن نستهدف يعني الحقيقه بعض القيادات الايرانيه، وده حدث بالفعل، يمكن حدث بالفعل ان هناك مستشارين يعني يعملون في البرنامج النووي الايراني زي مثلا محسن فخري زاده وغيره تم استهدافهم في الداخل الايراني، وده بيديك مدلول طبيعي انه دي رساله موجهه من قبل اسرائيل للجانب الايراني، نحن نستطيع ان نستهدف قيادات واسماء كبيره في الحرس الثوري الايراني سواء في داخل ايران او خارج ايران، ومن ثم لابد على الجانب الايراني عدم دعم حزب الله اللبناني بالاسلحه، الضغط على حزب الله اللبناني الانسحاب من وراء بحر الليطاني او نهر الليطاني والتراجع خلفا لبعد 12 كيلو متر في خضم الحرب الدائره في قطاع غزه. ايضا هناك بعض يعني الاسماء والقيادات المحسوبه على حماس التي تحارب من خلال الضاحيه الجنوبيه ومعقل حزب الله اللبناني، هناك رسائل اسرائيليه تريد ايصالها اسرائيل للجانب الايراني، نحن نستطيع استهداف قيادات سواء داخل ايران او خارج ايران وهي اداه للضغط على الجانب الايراني لعدم الاصطفاف وتوقع الامر يعني على بعض محور المنع والمقاومه من ناحيه، من ناحيه اخرى عدم دعم الحوثيين في البحر الاحمر، لانه يمكن الولايات المتحده الامريكيه ضبطت شحنه اسلحه تذهب الى الحوثيين في البحر الاحمر، وايضا هناك تهديد لا ننسى للحوثيين وقصف الحوثيين ايلات بصواريخ، ومن ثم اعتقد الجانب الاسرائيلي بيرى التهديد المباشر في ايران وميليشيات ايران في المنطقه هي الداعم الاول ل يعني حماس وأزرع حماس في الخارج، وأيضا لبعض الأحزاب والموالية لإيران سواء في العراق وغيرها. أضف إلى ذلك أنه يعني المصدر الرئيسي للتهديد يمكن منطقة دولة سوريا وبالتحديد بعض المناطق الموجودة اللي لها تواجد إيراني سواء في البوكمال في ريف الزور في بعض المناطق الحقيقة سواء في الشرق أو سواء في الجنوب والغرب. نعم سيد أحمد، يعني هذه الضربات وهذا التصعيد، يعني ما هي تداعياته أو مدى تأثيره على الحرب القائمة في قطاع غزة وأيضا على الأوضاع في جنوب لبنان؟ أنا أعتقد هي لا تؤثر وبشكل كبير، يعني إذا كنا نتحدث عن جنوب لبنان الوضع مختلف. أولا الجنوب اللبناني أو ما يمثل ناحية الشمال للجانب الإسرائيلي هناك احترام لقواعد الاشتباك، وإن كان هناك يعني في تخطي لقواعد الاشتباك نسبيا ولا يرتقي هذا التخطي الى الاشتباك المباشر او الحرب الشامله،
كما يطلق عليها، كما حدث في حرب تموز 2006 ما بين الجانب الإسرائيلي والجانب اللبناني. إنما هناك تخوف من الجانبين حقيقة. يعني حزب الله اللبناني بيمتلك صواريخ حديثة وصواريخ متطورة قد تصل إلى مناطق يعني تتخطى الحقيقة الجنوب السوري أو الشمال السوري، ومن ثم أعتقد أنه إسرائيل تعي هذا الأمر جيدا وهي لا تريد أن تفتح جبهة. كل الكلام وكل الأحاديث الإسرائيلية من يوآف غلانت وغيره هي للاستهلاك المحلي في الداخل الإسرائيلي. نحن نريد إعادة الحقيقة المواطنين الإسرائيليين في الشمال، وقد نقوم بعملية يعني تهدد حزب الله. في المقابل حزب الله اللبناني أيضا يمتلك من الأدوات، وهو لا يريد التصعيد بشكل كبير لأنه يدري يعني مدى يعني قوة القوات الجوية الإسرائيلية، وهذا سيكون له تأثير قوي على الدخل نعم. اللبناني، وهيكلف لبنان يعني الحقيقة مشاكل اقتصادية علاوة على المشاكل اللي تشهدها لبنان. لكن هذه من ناحية. من ناحية نعم عفوا، لكن هناك يعني تحذيرات أيضا كانت من قوات اليوندوف، وحتى تحديدا من القوات الإيرلندية العاملة ضمنها، هي قوات بطبيعة الحال متواجدة للفصل بين إسرائيل وسوريا في الجولان المحتل. حذروا من أن هناك تصاعد كبير في الأنشطة والتحركات على جانبي الحدود. يعني ما مدى إمكانية أن يذهب هذا التصاعد إلى تصعيد؟ يعني بكل تأكيد ربما هناك تخوف كبير طبعا أن يكون هناك اتساع لرقعة الحرب. يعني أولا نحن نشهد تصعيد في قطاع غزة، هذا التصعيد نتج عنه تصعيد في جنوب البحر الأحمر من قبل الحوثيين، هناك تصعيد من قبل يعني حزب الله اللبناني في جنوب لبنان، وربما شهد أيضا تصعيد لميليشيا إيران في العراق وبعض الأحزاب العراقية المحسوبة على الداخل الإيراني اللي بتقصف القوات الأمريكية في المنطقة الخضراء في العراق وغيرها. ثم نحن يعني الأمم المتحدة وقوات الحقيقة حفظ السلام الموجودة في بعض المناطق خاصة في داخل سوريا تتخوف أن يكون هناك اتساع لهذه لرقعة الحرب، خاصة أنه يمكن الاستهدافات الإسرائيلية كانت تحدث على أبعاد أو فترات متباعدة ولأسباب متباعدة، ويمكن كانت هذه يعني الاستهدافات بين حين وآخر. يعني هناك مسافات كبيرة ما بين الاستهدافات الإسرائيلية في الداخل السوري لأسباب ربما كانت تريد من خلالها إسرائيل إضعاف قدرة إيران. إنما الاستهداف لأشخاص وأشخاص يعني لهم وزن في داخل الحرس الثوري الإيراني، أو سواء محسوبين على المقاومة في فلسطين كأسماء كصالح العروري وغيره من الأسماء اللي تم استهدافها، وأيضا أسماء محظوظة على حزب الله اللبناني كوسام الطويل وغيرهم، وأيضا استهداف بعض الخبراء والمستشارين الايرانيين في الداخل السوري، ده له هدف هو الضغط على الجانب الايراني في عدم الاصطفاف وعدم التسليح والضغط على يعني حلفائه في المنطقه في انهاء الحرب، وضغط وهي رساله حقيقه للضغط على حماس لقبول الصفقه الاخيره على هوى الجانب الاسرائيلي. اعتقد ان هي رسائل شديده من جانب اسرائيل للجانب الايراني. انما حديث قوات حفظ السلام الموجوده في الداخل الحقيقه السوري هي لا تريد ان يكون هناك تصعيد، لانه اذا كان هناك تصعيد سيشهد الحقيقه عدم استقرار للداخل السوري، وسوريا اعتقد انه يعني بطبيعه الامر يعني غير مستقره الى حد كبير، نعم. خاصه انه هناك تواجد اجنبي على الاراضي السوريه، وهذا ما يعطي من الفنيه والاخرى اشتباكات مسلحه في واقع الامر ما بين الجانب الإسرائيلي والجانب، إذا كانت إسرائيل تشتبك بطريقة غير مباشرة مع القوات الإيرانية المتواجدة في الداخل السوري. نعم سيد أحمد، يعني أيضا كان هناك حديث عن تحركات روسية وانتشار وتموقع للشرطة العسكرية الروسية على الحدود مع إسرائيل من جانب سوريا. هل تسعى روسيا للعب دور وساطة للتهدئة، أم أنها تريد قطع الطريق على تمدد إيراني أكثر في هذه المنطقة؟ أنا أعتقد النقطتين اللي ذكرتهم حضرتك، أولاً هي لا تريد أن هناك تمدد إيراني، لأنه يعني هناك صراع إيراني روسي والجميع يعلم في الداخل الحقيقة السوري. أولاً هناك صراع اقتصادي على إعادة الإعمار وبعض المناطق الدافئة في المتوسط وغيرها، هناك تواجد روسي قوي، روسيا تتواجد بشكل قوي، وأيضاً هي رسالة احترازية من الجانب الحقيقة الروسي للجانب الإسرائيلي، إن هناك حدود لابد ان يلتزم، هناك مناطق موجوده عسكريه موجوده في مثلا في بعض المدن الموجوده على ساحل البحر المتوسط
في طرطوس وغيرها هي مناطق نفوذ للجانب الروسي، ولابد ان يكون هناك يعني حد للفصل ما بين القوات الروسيه الموجوده في بعض المناطق والحقيقه القوات الايرانيه. اعتقد انه اي ضربات تاتي من الاسرائيليين هناك تنسيق من الجانب الحقيقه الروسي، لانه هناك خشيه انه روسيا تستهدف الطائرات الاسرائيليه، وبالتالي هناك تنسيق ورضا روسي على توجيه ضربات اسرائيليه لتقزيم او تقليم الحقيقه اظافر هذه الميليشيات الموجوده في الداخل الايراني لصالح الجانب الروسي. نعم، من القاهرة أحمد العناني، محلل سياسي ومختص في الشؤون الدولية، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات.